أعلنت السعودية عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس إنفلونزا الخنازير في الرياضة. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أن الحالة الأولى تعود لمواطن سعودي يبلغ من العمر 15 عاما كان يعاني من متلازمة داون سيندروم، أدخل المستشفى ولكنه لم يستجب للعلاج. أما الحالة الثانية فتعود لزائر سريلانكي يبلغ من العمر 32 عاما عثر عليه متوفيا في غرفته في فندق في الرياض. ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.